تمكن من افتكاك الكرة. الله. يلعب كرة طويلة. مرت الكرة. باين بقى. كرة طويلة للأمام. دي بروين يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. سيلفا تمريره بينيه تدخل وحكم يديها شويه رحيم السالم يمرر كره قويه في كيف يبحث عن لاعب في المنطقه الاماميه غريزمان يحصل عليها سواريز يحاول ان يلعب كرة بينية برناردو سيلفا ليونيل ميسي من الدهالة على الطرف عامل ايه والحارس
يلعبها بعيدا عن مرمى. ليونيل ميسي لمسة بينية. بنيامين ميتي دافيد سيلفا برناردو سيلفا أغويرو دي بروين وعرضية من جديد. كان جاهز اللي يلعب الكره
لا هو في اربع فراغات جت عندكم اتصابوا بقى مش مهم قوي يعني. أنتوني غريزمان وينجح في استعادة الكرة السريعة يحاول أن برشلونة يتقدم بهدف نظيف تقدم من زمان يحاول فك شفرة دفاع يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يتواصل لاعب برمية تماس برناردو سيلفا لمسة على اليسار يا رهوي أرتوني غريزمان ديمبلي ميسي ديمبلي
يستحقون عليها التحية. يا إلهي.